كره في علاقة المطلوب أن تكون فيها يعني قمة الحب وقمة الحنان وقمة التعبير عن العاطفة، ولكن بما أن نتكلم عن واقع صراحة ربما احنا كمخصصين ربما في الاشتغال اليومي ديالنا على مختلف الاضطرابات او الاضطرابات المتعلقه بالقلق ولا حتى اضطرابات الاكتئاب او الاضطرابات عموما النفسيه، نجد في كثير من الاحيان بان هناك اضطراب في هذه العلاقه، وهناك اشكال عميق احيانا في علاقه الام او الفتاه بالام مع مختلف يعني الاعمار، بمعنى ممكن ان نجد بانه الاشكال كيكون على مستوى مثلا واحد العمر الزمني اللي يمكن نقوله المراهقة أو طفلة، كيف ما يمكن نلقاه حتى عند الراشدات، يعني ممكن تلقى سيدة تفوق سنها 40 أو 30 ولكن لازال هناك اضطراب عميق مع الأم، وفي بعض الحالات نجد حتى بعض العلاقات اللي مضطربة مع غياب الأم أو مع وفاة الأم، فتظل يعني تلك العلاقة يعني مضطربة جدا، وكيف ما كنقولوا بالدارجة يعني القلب ما صافيش في هذه العلاقة هذه. ربما الناس اللي بعادين على هذه العلاقة ولا على نوع علاقة يقدر يجيهم هذا الشيء غريب، ويقدر يقولوا لا المفروض أن هذه العلاقة وما كاينش ما أحسن من الأم، ولكن هنا كنتكلموا على أننا عندما نتكلم عن العلاقة ديال البنت مع الأم ديالها أو الإبنة مع الأم، نتكلم عن مسار قطعته هذه العلاقة، واحد المسار اللي طويل اللي يمتد حتى من لحظة حمل الأم بهذه الفتاة، لان كنقدروا على المستوى النفسي اننا نديتكتيو حتى يعني الام اللي كيكون عندها داك الحمل غير المرغوب فيه او لا الجنس الغير المرغوب فيه، وان كانت تتوقع ان يكون لها ذكر فاذا بها انجبت انثى، ومن هنا كتبدا اشكالات كثيره اللي في كثير من الاحيان بعض الامهات ما كيقدروش يخبيوا هذه العلاقه او هذا الاحساس، فيتسرب للسلوك، فيبقى هذا السلوك ديال الام مع هذه البنت منذ الطفوله فيه مشكل.